اليوم طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في مكاتب البريد. محلب يفتتح مؤتمر العمل العربي في القاهرة. وداعش تطيح برأس رهينة بريطاني بعد يومين من مشاركة بلده في التحالف ضدها. أهلا بكم من جديد. تبدأ اليوم آلاف من مكاتب البريد في عموم البلاد في طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعدما وصلت حصيلة أسبوع من طرح الشهادات لأكثر من 39 مليار جنيه. ومن موقع كمين الفرافرة الذي شهد الحادثة الإرهابية قبل نحو شهرين، يدشن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم المشروع القومي للطرق بحضور المهندس هاني ضاحي وزير النقل. وبتدشين المشروع تنطلق المرحلة الأولى له رسميا، وتشمل إنشاء 15 طريقا تنفذها وزارة النقل بأطوال 1300 كيلومتر خلال عام. كما يفتتح المهندس إبراهيم محلب اليوم أيضا مؤتمر العمل العربي بحضور وزراء العمل العرب تحت رعاية الرئيس السيسي. وسيناقش المؤتمر خلال الجلسة التمهيدية تقرير مكتب العمل العربي حول المتغيرات المتسارعة في عدد من الدول العربية منذ عام 2011 وأثرها على التشغيل والبطالة وما يتصل بهما من عدالة اجتماعية. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا يقتصر أي تحالف دولي لمكافحة الإرهاب على تنظيم بعينه، وقال خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس بضرورة أن يشمل كافة البؤر الإرهابية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا. وقال السيسي إن التطورات أثبتت صحة التقديرات المصرية إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن مصر تؤدي دورا حاسما في مواجهة الفكر الإرهابي بالمنطقة، وإن واشنطن تخوض مع القاهرة معركة مشتركة ضد الإرهاب. وأشار كيري إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم مصر وتحرص على استراتيجية العلاقة بين القاهرة وواشنطن. نبذ هذه الأيديولوجيا المتطرفة كان هذا جزءا هاما من حديثنا في جدة واليوم هنا مرة أخرى في مصر في القاهرة، وهو شيء بإمكان المؤسسة الدينية وهي الأزهر ودار الإفتاء يدعمون هذا التوجه ويؤيدونه. وكما أوضح الرئيس أوباما في وقت سابق من هذا الأسبوع، نؤمن أن الطريقة الوحيدة للتخلص من خطر داعش هو من خلال بناء تحالف دولي. في الإطار نفسه توعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمحاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي التي قتلت موظف الإغاثة البريطاني ديفيد هاينز بنفس طريقتها الوحشية. كان شريط فيديو بثه تنظيم داعش قد أظهر أحد عناصره وهو يقطع رأس هاينز مبررا إعدام الرهينة بأنه رد على قرار لندن الدخول في التحالف مع واشنطن ضد هذا التنظيم الذي يسيطر على أراض في العراق وسوريا. كلف المستشار هشام بركات النائب العام إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لملاحقة وسرعة إلقاء القبض على قيادات إخوانية خارج البلاد لتورطهم في جرائم جنائية. وجاء قرار النائب العام ليشمل قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المحظورة الهاربين بالخارج خصوصا في قطر وتركيا. تستأنف اليوم محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر. كانت المحاكمة قد أجلت القضية في الجلسة الماضية لتلبية طلبات الدفاع، وأهمها إيداع تقرير الجهاز القومي للاتصالات والاستجابة لطلب محمد البلتاجي بإجراء عملية جراحية في مستشفى المنيل الجامعي. بدأ عدد من الصحفيين إضرابا عن الطعام بمقر نقابة الصحفيين تحت شعار صحفيون ضد قانون التظاهر للمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين على ذمة هذا القانون. وقال الصحفيون المضربون عن الطعام إنهم سيدرسون جميع خطوات التحرك والتصعيد ضد القانون سواء بالاستمرار في الإضراب أو بانضمام زملاء لهم وغيرها من الخطوات التصعيدية.
ختاما مشاهدينا نذكر بالعناوين. اليوم طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في مكاتب البريد. محلب يفتتح مؤتمر العمل العربي في القاهرة. وداعش تطيح برأس رهينة بريطاني بعد يومين من مشاركة بلده في التحالف ضدها. لمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهار life.net، كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. نلتقي بعد أقل من ساعة.